طيب يا شيخ، الضابط في المسافر في رمضان يا شيخ ايش؟ الضابط المسافر في رمضان هل يفطر في بيته ثم ينطلق او يجاوز البيوت حتى يفطر؟ لا يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر، لا صيام ولا قصر صلاه ولا جمع ولا تيمم حتى يغادر البلد. يغادر البلد كليا ما دام في البلد ولو كان قد شد رحله. نعم. فهو في البلد. طيب لو فطر الشيخ في بيته وثم انطلق حرام، انه مسافر ناوي؟ لا لا حرام عليه، ما يجوز. حرام ما يجوز. فهل عليه قضاء او فهل علي القضاء بيقضي على كل حال حتى لو افطر الشيخ؟ هو جاهل وافطر. اقول سوف يقضي حتى نعم. وان لم يفطر الا بعد ان خرج. نعم. لانه يعني اذا خرج من نفس المدينه نعم افطر ولا باس. طيب هذا الرجل فعل الشيخ انه جاهل او سمى بعض الخطوه انه يصير لو يجوز انه يفطر في بيته. نعم. فطر في بيته ثم اسافر انطلق. اي نعم. طيب فهل يقول إيش عليه قضاء ولو القضاء لا بد منه يا محمد؟ اين اقصد كفاره يعني اقصد ولا الكفاره ما في كفاره الا في الجماع. الاكل والشرب ما في كفاره. نعم. طيب الشيخ قولوا مالكيه يرون انه كفاره في ما هو صحيح. اينم سواء كلامه ما هو صحيح. من قال من العلماء ان من افطر باكل او شرب او جماع فعليه الكفاره نعم فقوله ليس بصواب. طيب الشيخ بارك الله فيك، اليس قياس الشيخ تماما قياس انه انسان لو جامع في رمضان انه عليه كفاره بينهما فرق؟ فان كان افطر عمدا اقول الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمره ولا يفسده بقيه المحظورات، فالجماع له شان اعظم. نعم. طيب الشيخ هم يرون يقولون انه قياس ولا يقاس الادنى نعم على الآن. اجل قول مش غير صحيح. نعم. جزاك الله خير. نعم.